السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة بقى الفيديو جديد لانج، جديد لانج زي المكان اللي احنا موجودين فيه هنا. كل حاجة هنا جديدة، كل حاجة اوريجينال، كل حاجة معمولة باحترافية عالية جدا. انا عند محمد عتريس او محل عتريس زي ما احنا هنشوفه. المحل هنا مختلف عن اي محل موجود في حلوان، مختلف بمعنى مختلف. كل حاجة هنا محطوطة في مكانها، كل حاجة هنا معروفة هي جاية ليه وجاية ازاي. محمد عتريس من الناس الشاطرة جدا في مجاله، مجال اللبس ده ذوق اولا، يعني اللي عنده ذوق بيبقى لو فتح محل لبس بتبقى الموضوع عنده مختلف تماما عن اي حد بيفتح محل لبس. هنتفرج دلوقتي ونقعد نبص على المحل كده ونشوف اخباره ايه. هنتكلم النهاردة مع محمد ونشوف بينقي اللبس بتاعه ازاي ويجيب اللبس ده منين، واللبس فعلا مبهر. يعني انت تخش المحل تتفرجوا على المحل، كل حاجة فيه مبهرة على مستوى حلوان. انا ما شفتش حد بالشياكة دي والذوق ده، عنده ذوق جدا في كل حاجة موجودة في المحل. هنعرف منه كل حاجة وكل التفاصيل اللي عنده والموديلات الجديدة اللي نازلة. محمد من الناس اللي فعلا تحب اصلا تتكلم معاه قبل ما تشتري منه، فاحنا النهاردة هنعرف منه كل الاسرار بتاعته وكل اسرار اللبس والموديلات الجديدة من محمد عتريس. بس اوعى تنسوا السبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. يلا نشوف محمد عتريس مقدم لنا ايه النهاردة، يلا بينا. دلوقتي انا مع استاذ محمد عتريس. منورنا يا استاذ محمد. انا وسام بيه. طبعا انا عارف احنا 10 سنين، يعني انا اعرفه مثلا اكتر من 25 سنه، فهيكلمنا النهارده عن نفسه وتعرف الناس بنفسك يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. انا محمد. طبعا احنا فضل ربنا سبحانه وتعالى احنا بدانا من زمان جدا 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 في الحاجات الاوريجينال، كنا مميزين جدا جدا ونحمد ربنا سبحانه وتعالى. الواحد من اوائل الناس اللي دخل اوريجينال في حلوان، هو كان هدف زمان جدا جدا. اي مهنه عشان تنجح فيها لازم تحبها، وفضل ربنا الواحد كان بيحب المجال اللبس من زمان. يعني وانا صغير كنت بشتغل في اجازه اخر السنه، وكنت الفلوس اللي انا بشتغل بيها كلها بجيب بيها لبس. فدي فضل ربنا كانت من دماغي من زمان، وانا كان فضل ربنا كان طموحي ان انا اسافر بره اشتغل بره. بقى لنا كام سنه كده شغالين في فضل ربنا؟ دخلنا فوق ال 30 سنه. كان معاك مين ساعتها في كان معايا ياسر سلمان. يا ياسر برضو من عشره العمر، لقى الموضوع كويس فدخل معانا. ربنا وسع عليه وهو فتح من اوائل الناس اللي فتحوا برضو في حلوان تويستر. ربنا كرمه هو واخواته وبتاع، ووائل عملوا اسمه وبتاع، وانا فضلت في مجالي لغايه ما فتحت محل في المعادي كان رجالي وحريمي. فتحنا هنا امتى بقى؟ انا فتحت هنا من بالظبط في شارع خسرو على عبد الرحمن من حوالي بتاع 19 سنه، اول واحد فتح في العماره. محل عتريس في شارع خسرو على شارع عبد الرحمن جنب المساوي على طول. ففضل ربنا يعني ربنا وفقنا والحمد لله. ابتدينا بقى نغير بقى في السفريات، ابتدينا بقى نروح اوروبا. فضل ربنا بجيب من كل حته حاجه، يعني مثلا فضل ربنا ربنا بيوفقني في فرنسا بجيب حاجه، المانيا بجيب حاجه. المانيا يعني ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله، يعني من احسن بلاد في اوروبا طبعا. بلجيكا، هولندا، سويسرا، كل حاجة. طب تعالى بقى نتحرك ونتفرج كده على الحاجات الموديلات الجديدة اللي عندك مثلا. يعني في الشوزات يعني احنا ايه فضل ربنا في الكوتشات مثلا، لو احنا مثلا احنا مميزين بتمبرلاند مثلا. تمام. يعني هو بص التمبر كله، يعني فضل ربنا التمبر كله جاي من بره. يعني مثلا ايه احدث حاجة نزلت؟ لا في حاجات كتير، يعني في حاجات. يعني هات لي موديل كده يعني نتفرج عليه كده. يعني ده من حاجاتي الجديدة. دي جديدة؟ ده جديد زي ما انتم شايفين كده. ايه لونها زيتي. في منه حاجة. بصوا في منه الوان، التفاصيل بتاعتها في منه الوان طبعا. دي برضو دي خفيفه يا محمد ما شاء الله.
حاجة تحفة، شكلها يجنن. حاجات كتير هاب بوت، حاجات كده استايلات، في الوان، حاجات كلها فيها الوان. طبعا يا عم ايه الاغراء ده؟ الجزمه دي جامده جدا طبعا، فضل من الله سبحانه وتعالى. بص من ورا عامله ازاي، ما شاء الله تحفه. احنا فضل من ربنا سبحانه وتعالى، يعني فضل من ربنا، ما فيش قطعه في المحل الا لازم فضل من ربنا سبحانه وتعالى في الاحذيه. ده انت بتنقي بالقطعه محمد. ما الحاجات بتيجي وان بيس تو بيس، يعني ما فيش حاجه الحاجه ما بتجيش منها عدد. لا ما شاء الله يعني قيمه حاجه فضل من ربنا سبحانه وتعالى. البوتات طبعا محترمه جدا، البوتات في موديلات كتير جدا 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 بتيجي فضل ربنا سبحانه وتعالى. يعني دي ما شاء الله. بص الفلاته دي حاجه تيمبرلاند بقى، ايه اصلي مش لو عند اي حد. دي الناحيه الثانيه في جزم برضو احذيه كات وميرر وكولومبيا. دي ميرر طبعا، الكات بقى باشكالها بانواعها، يعني سير ميرر طبعا. الحاجات الميرر والكات بتيجي من التوكيل، بتيجي من قبرص، بتيجي كات دي دي ما فيش. كات الاول كانت معتمده على الصلابه والقوه قوه المتانة، انواع معينه بقى. دلوقتي ابتدوا يدخلوا فيها التكنولوجي الجديد كده، اللي هو الناحيه الطبيه زي هاتش بابيس كده والكلام ده كله. ابتدوا يعملوا فيها الـ النعل الطبي على اساس اللي هي تريح اللي فعلا كلها راحوا في حته تانية خالص. يعني واكبوا العصر زي ما بيقولوا. حتى في حاجه، بصي حتى التيكت بتاعها الموديل الجديد، الموديل السيفتي بقى فيها التكنولوجيا اللي هي الناحيه الطبيه. بص يعني الاول كانت جزمه تقيله جدا، بص دلوقتي جزمه سيفتي في شريحه من تحت وشريحه من فوق، عشان لو قدر الله ولو انت شغال في موقع ولا حاجه والعربيه دس عليك ما تشيلش اي حاجه. دي السيفتي اللي فاكرين الجزمه السيفتي بتاعت زمان. بص بقت عامله ازاي، بص بقت عامله ازاي، ما شاء الله. دي جامده يا محمد. دي برضو سيفتي دي برضه. بقى قريبه من بتاعه زمان. دي قريبه بتاعه زمان. دي تقيله دي، بس جامده برضو تفضل الكات. بص حاجه الكات هي كات، يعني موديلات يعني كتير فخمة جدا، يعني موديلات كتير جدا جدا جدا. دي جديده دي. دي كل ده نيو. طب بصوا دي كات راحت في حته تانية والله. ايه تاني؟ في طبعا في حاجه اندر ارماني طبعا، موديلات مش موجوده في مصر. يعني التيشيرتات دي سبورتس. دي حاجات كلها اوريجينال برضو. يعني بص شكلها عامل ازاي يا جماعه، دي خطيره. في حاجه خطير. في حاجه بكم زي كده برضو. ده لا دي ايوه. بصوا جبنه كده على طول مع بعض. في حاجات تانية، في حاجات كتير، في حاجات زي كده مثلا. ده توب ده بص من جوه ما شاء الله. في لبس كمان خطير جدا 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 جدا. اقطان حاجات كده، ده قطن دي بقى. في الحاجات دي، ده حلو قوي الالوان يا محمد. فضل ربنا يعني انت عارف. في حاجات دي. في حاجات كولومبيا زي كده، في حاجات بضاهات زي كده جامده جدا. في بعض موديلات بعض موديلات في الاحذيه، في حاجات اندر ارمن زي كده، موديلات جديده. في دي فيها تكنولوجي رهيب من تحت طبعا. دي ايه دي يا محمد؟ دي حاجه تكنولوجي كده زي مايك اير بلاتس والكلام ده، بيتغير على حسب المشي بتاعك. بتجري بيتغير، يعني ليها تكنولوجي معين اصلا. الناس اللي هي فاهمه في الموضوع الجيمات وبتاع، عارفه الموضوع ده طبعا. في مجموعه كبيره من الاندر ارمر. كل ده اوريجينال محمد، كل ده اوريجينال بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بصوا يعني هنا مفيش كوبي ولا هاي كوبي، يجي هنا اوريجينال بس. يا سلام عليك، يا سلام. دي اسمها يا محمد دي زوم تقريبا. فدي بصوا الجزمه بتتكلم اصلا، يعني الجزمه بتتكلم في ايدي. ده وعد في منها اشكال وموديلات. بس موديلاتها
طبعا التمبرلاند، القمصان التمبرلاند طبعا حاجات كلها فضمه ربنا كلها اوريجينال. ده الماتيريال بتاعه حلو يا محمد. عشان ابقى صريح معاك، لا هو فعلا الغالي رخيص، الغالي رخيص في كل حاجه. يعني بص هنا مثلا السودات انت حاططها على بعض. السودات يعني بص الخامه السودي. الحاجه طبعا الحاجات البولو، الحاجات البولو لا خامه ماسكه نفسيها. لا انت ماسك الماتيريال مختلف عن الماتيريال مختلفه عن الحاجه اللي بره فعلا. يعني بص الخامه لا قطن وتقيل، يعني مش حاجه اي كلام، يعني حاجه بصراحه جامده جدا. فضل ربنا سبحانه وتعالى. تنزل لي ده محمد، نزل لي ده. يا سلام، ده قميص هايل طبعا. يعني هايل. هما بقول لك هما بيختاروا الالوان بتاعتهم. بصوا بولو بولو ان شاء الله، يعني حاجه محترمه جدا. لا انا حقيقة يا محمد على اختيار كمان موديلات انت بتختارها شكلها حلو قوي. الحاجه بص الحاجه بالكود نمبر بتاعها، بالسيريال بتاعها، كل حاجه يعني ما شاء الله. في برضه تيشرتات بولو، يو اس بولو، كل حاجه هنا بالمسطره. يعني محمد ما بيهركش. حلو، عجباني دي بقى. عجبني دي. بصي ده شدي من تحت كده، شد الاثنين. لا شد 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 ايه ده كله؟ لا شد ما تقلقش. لا كتير قوي. بص ايه ده كله؟ الخامه دي انا شغال فيها حاجه تركي، شغلت فيها من حوالي اكتر مثلا من بص التيشيرت رجع زي ما كان 19 سنه. التيشيرت رجع زي ما كان بعد يعني المطه دي كلها. يعني توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. ما شاء الله محمد تحفه. بص التيشيرت البرنت اللي عليه كمان فكرني بالكاميرا بتاعت زمان. فده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. لا شويه تيشيرتات يا محمد حلوه قوي. يعني بصوا الصيف النهارده احنا دلع، الصيف النهارده السنه دي دلع عند محمد. يعني ما شاء الله البرنت هنا كمان مختلفه جدا. يعني البرنتات هنا مش يعني استحاله دي تطلع، يعني مستحيل. لا فضل ربنا سنين طويله، حاجه جامده جدا. سنين يعني فضل ربنا سبحانه. انا بصراحه محمد منبهر بالحاجة اللي موجودة دي، وأنا عارف طبعًا إن أنت من زمان هو فضل ربنا في حاجات هنا برضو تيشيرتات يو اس بولو. الحاجة فضل ربنا الحاجة أهي بالكود نمبر بتاعها بألوان. ده ما خلاص الناس هتعرف عارفة إن هنا كله أوريجينال. يعني اللي هيجي هنا يا جماعة هياخد الحاجة وهو مطمن مليون في المية إن دي أوريجينال أصلي. الحمد لله فضل ربنا كل مكان إحنا بسافره بجيب منه حاجة عشان تبقى حاجات مميزة. طبعا انا في اخر الفيديو والله يا محمد انا بشكرك جدا على الاستضافه والوقت اللي انت اديتهولنا ده. وانا عايز كل الناس بجد، كل الناس من بره حلوان ومن حلوان يجوا عند محمد هنا. انا هحط رقمه كمان على الفيديو، هتلاقوا حاجات تبهركم عند محمد. في اخر الفيديو اوعوا تنسوا سبسكرايب واللايك والشير عشان نوصل لكتير. سلام.